هاي الغرفة هذه كروس كروس طلع من الكروس فازين المطر بتكون فيه تحتها على الأرض في جطات مية وعنده بعدين الحج عنده عامل قلب مفتوح أخت معاقة والثاني الأخت الثانية عامل قلب مفتوح يعني كيف بعيش في وضع زي هيك طبعا أنا هاي مش شايف لا فايشة فرش تخوت ولا شيء يعني لا هذا مش شايف الغرفة الثانية بس بقول لك يعني هنا كمان الغرفة هذه كيف مطلع كيف العفن لا مش انت الأرضية والسجع حمام أظن الأرضية خشب صحيح؟ يعني مصلحات السكن يعني هذول المرة هذه أرضية السقف برضو الحمام ما عفن طلع كيف العفن كأنه خشب وخشب دكت طبعا هاي في الشتاء يعني مزراب مي بتكون مي كثير هاي الغرفة هذه بنام فيها الحج أبوي وأمي طلع كيف السقفية هنا نروح على الغرفة هذا الغرفة بنام فيها الحج اللي عامل القلب مفتوح أنت ساكن معها طبعا أيوة بس بقيت ساكن وسعت متأجرة سكنت ببيت في غير صالح هنا كمان طبعا هاي مشاهد من داخل الكرفانات منطقة بيت حنون وكيف بتسير عند الشبابيك يعني بالمرة يعني صراحة السكن اصلا هاي حرام حدا يسكنها اصلا حرام حدا يسكنها طبعا هاي كرفانات عبارة عن خشب خشب وكلكل ما انت شايف ايش كلكل ايش هذا احنا هذا بني ادم هذا الكرفان الثانية لاخوي كرفانة العريس كرفانة العريس بس هو اهلي يعني هي غرفة من بتاعته شوف الحلو تفضل تفضل كانت كلها بتصب مية كانت تصب صب أنا بصير تقريبا المي بصير تقريبا 60 سنتي شايف الناس ايش عامله اشترط رمل على حسابها حساب الخاص عشان المي ما تمرش من تحت الكرفانات وتعوم من جوا كل هذا اشتروا الناس وجيران هذول اشتروا رمل على باب الكيس عشان المي ما تمرش جوا ورغم ذلك بتعدي المي بتعدي المي طلعوا هذا كيف الجيران هذول التانيين كيف مسكرين المنطق كل الشارع تاعهم مدخل الدار سكروا عشان المي ما تخشش احسابهم الشارع برضه كمان الرمل يعني احنا بكنا في دار قاعدين ومتريحين ومبسوطين وامنة الله يعني صار اللي صار وقامت الحرب ونهد ندورنا علينا وانجبرنا يعني تأجرنا عودنا جينا هان يعني ما قدرناش يعني نتأقلم في الوضع اللي احنا كنا فيه بدهم فيش اجارات فيش اصحاب الدار طلعونا منها انجبرنا نيجي على هذا والكربات بس ما فكرناش يكون بالحال ها طلع كيف السطح كيف خشب بتلاقي المي بتتكوم تنزل علينا بتدلف علينا واحنا نايمين يعني ها لما تدلف نقدرش ننام هان كله بتنتلي مي بنغرق ننزل بننام هيك عشقة بننزل يعني كيف الواحد والله وانا نحن نايمين بنقوم نجري يعني انا شايف الغرفة تقريبا شبه مفسخة يعني طلع كيف طب هو عبارة عن كرتون صحيح كرتون بدها ذايب هاي واحدة بقى علينا واحنا نايمين طبعا هذه مشاهد بعض الكرفانات في منطقة بيت حنون أقصى شمال قطاع غزة طبعا كما شاهدنا قبل قليل من داخل الكرفانات المواطنين كيف هي حالها من ناحية السقف والأرضية هي معاناة معاناة يعني بمعنى الكلمة كرفانات لا تصلح للعيش أبدا طبعا يعني في البرد هي يعني تكون بمثابة فليزر ما يسمى يعني باللغة العامية عندنا وطبعا في الحرب تكون طبعا هنا يعني بمثابة ما يسمى عندنا ساونا طبعا لا تطاق يعني لا تطاق في البرد ولا تطاق لا تطاق في الشتاء ولا تطاق بالحر في الاتجاهين لا تصلح للحياة.